الحاج واش شفتي سي عبد المولى ملي شفت التقاعد ديالو وديما تبارك الله عليه مسافر ودير برامج بخير؟ عرفتي ما كرهتش حتى انا ملي نتقاعد نكون بحالو. ايوا دير كيما دار هو في صغرو. علاش اش دار؟ ملي دخل الاداره اول حاجه فكر فيها هو التسجيل في التقاعد التكميلي للصندوق المغربي للتقاعد. علاش حال بالسلامه كيبقى لي في هذا الماندا باش نوفر له التكميلي؟ اه ولدي اللي ما يديرش من قليل ما يديرش من كتير، وراه يمشيو لك الفلوس غير في الخوال خاوي. يوسف عمره 34 سنة، إذا اشترك في النظام التكميلي بمبلغ قدره 300 درهم في الشهر إلى غاية سن تقاعد 63 سنة سوف يدخر رأس مال يقارب 300,000 درهم. كل موظف منخرط في نظام المعاشات المدنية والعسكرية بإمكانه الانخراط في نظام التقاعد التكميلي باشتراك اختياري ابتداء من 50 درهم. يمكنكم إجراء احتساب تقديري للرأس مال أو المعاش التكميلي على الموقع www.cmr.gov.ma. للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم 0537-567-567. الصندوق المغربي للتقاعد، خدمتكم غايتنا.